إذن مشاهدينا الكرام، الحديث عن آخر تطورات في غزة وعملية طوفان الأقصى التي تقوم بها قامت بها وتقوم لا تزال قوى المقاومة الفلسطينية. معنا من غزة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني صلاح الدين العواودة. مرحبا بكم أستاذ صلاح الدين. مرحبا بك، حياك الله. أنا من إسطنبول وليس من غزة. من إسطنبول، عفوا، أهلا بك. إذن الآن جيش الاحتلال اعترف بسيطرة قوى المقاومة على عدة نقاط عسكرية بما في ذلك ثلاث مستوطنات صهيونية. ماذا يعني هذا الاعتراف وماذا أيضا يترتب عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا طبعا مفاجأة وصدمة للاحتلال بكل المقاييس، وهذا يقرأ في التصريحات وفي السلوك وفي لغة الجسد التي تظهر على الإعلاميين وعلى الخبراء الأمن الذين يتم استقدامهم للقنوات للتعبير عن الحدث. حصل بالنسبة للاحتلال هو قفزة عالية للمقاومة في وجهه لم يتوقعها ولم يحسب لها حساب. الحديث عن سقوط عدد من المستوطنات في أيدي المقاومة وسقوط مئات القتلى والجرحى وعشرات الأسرى يذكر الاحتلال، وهذا بشكل واضح يذكرهم بحرب 73 وبيوم الغفران عام 73. اليوم الاحتلال أمام يوم غفران جديد بنسخة مطورة جدا مع في عصر الانترنت والواتساب والتيك توك، وبالتالي أمام الاحتلال الآن معركة جديدة لم يعتد عليها. هذا ما يقرأ في بين السطور ويقرأ في ملامح الناطقين بلسان الاحتلال. معركة جديدة يحضر الاحتلال لرد. الآن طبعا هناك مواجهات على الأرض مستمرة، والاحتلال يجهز نفسه لرد ويتوعد المقاومة ويتوعد الشعب الفلسطيني، لكن واضح أن الاحتلال ينزف وأن الاحتلال يتألم كما لم يتألم منذ عام 73 حتى اليوم. أيضا نتنياهو قال إن الاحتلال يعني أو دولة الاحتلال أصبحت في حالة حرب. كيف إذن ستتعامل قوى المقاومة الفلسطينية التي بدأت هذه العملية، عملية طوفان الأقصى، مع هذا الإعلان للصهاينة؟ الحقيقة أنه لأول مرة الاحتلال يقول أن الاشتباك مع المقاومة هو حالة حرب. كان دائما يسمي الحرب، هو يشن الحرب ويستخدم كل قواته ولكن يسميها عملية عسكرية. هذه نقلة نوعية لصالح المقاومة وليس لصالح الاحتلال. الإعلان عن حرب هو نتيجة الصدمة، نتيجة الرعب، نتيجة الحالة التي وصل لها الاحتلال، أنه اضطر اليوم أن يقول نحن في حالة حرب مع المقاومة. كان دائما يشن حرب ويدمر ويقتل ويفعل ما يريد ويستخدم كل أنواع الأسلحة التي لديه ويقول عملية عسكرية. اليوم الحديث عن حرب هو اعتراف من قبل الاحتلال بأن المواجهة بحجم حرب فعلا، وأن الهجوم الذي حصل ليس مجرد يستحق مجرد عملية عسكرية، وإنما حرب في حالة هجوم جوي وبري وبحري كما حصل اليوم، وتحرير المستوطنات وطرد المستوطنين بالمئات يركضون في العراء، وصور عشرات القتلى والآليات المحروقة وحالة الذعر التي يراها الاحتلال. لا شك أن تعبير حرب هو الأنسب، ولا يستطيع إلا أن يسميها حرب. نتنياهو لا يستطيع أمام هذا ما يشاهده جمهوره الصهيوني، وهي مشاهد لم يشاهدها عام 73، إلا أن يقول حرب. على الرغم على الرغم من عدم تكافؤ ميزان القوى بين الجانبين، ومع ذلك تجد أن هذا ما يحدث الآن يرتقي إلى حرب كما أعلنه جيش الاحتلال، ولكن تؤكد أنه لم يسبق من قبل أن أعلن ذلك جيش الاحتلال منذ عقود. يعني نعم، هو لم يسمي الحروب مع المقاومة حرب باستثناء حرب 2008 في حرب 2006، حرب تموز مع لبنان سماها الوحيدة التي سماها حرب، وإلا كلها كانت تسمى عمليات، وسماها حرب بعد انتهاء الحرب يعني وليس إثناء الحرب. لكن الآن الإعلان أنه نحن في حالة حرب، والإعلان عن التجهيز والتجنيد الاحتياط وما إلى ذلك للحرب،
هذا نقلة نوعية في تاريخ الاحتلال في مواجهة المقاومة. الإعلان من اليوم الأول عن حرب هو تعبير وإنعكاس لحجم الهجوم الذي لم يتوقعه الاحتلال، وهو نصر معنوي فوق النصر المادي الذي تحصله المقاومة في مواجهة الاحتلال اليوم. من نتائج هذا النصر وحصادها أيضا ما ذكرته صحيفة دعوت أحرنوت الصهيونية، تحدثت عن نقل أكثر من 250 جريحا إلى المستشفيات، وبعضهم كما ذكرت صحيفة صهيونية في حال خطرة. إلى أي مدى إذن كانت المقاومة بمختلف قواها بحاجة اليوم إلى هذه المعركة الفاصلة؟ لا شك أن الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية من عدوان متكرر على المسجد الأقصى، ومن عدوان على الأسرى، ومن يعني إمعان في الاعتداء على حقوق الأسرى كرموز للشعب الفلسطيني وللثورة الفلسطينية، كل هذه الظروف كانت تهيئ نفسها، بالإضافة إلى الاجتياحات اليومية والشهداء الذين يرتقون يوميا في مدن الضفة الغربية نتيجة اقتحام قوات الاحتلال وعدوان المستوطنين اليومي على الفلسطينيين، على أرضهم وشجرهم وعلى بشرهم وأطفالهم. كل هذا كان يهيئ الظروف إلى معركة جديدة. عام 2021 تمثل الرد الفلسطيني بسيف القدس، وهو ما لم يتوقعه الاحتلال في حينه نتيجة الاعتداءات هذه جميعا، وعلى رأسها الاعتداء على المسجد الأقصى. ثم في بداية السنة كان وفي شهر رمضان كان الرد من لبنان ومن غزة على الاعتداء على المعتكفين. لم يفهم الاحتلال الحقيقة، لم يفهم الاحتلال الرسالة، بل وأن المجتمع الدولي والإقليمي الأخرس المتواطئ مع الاحتلال لم يفهم الرسالة، لم يفهم أن المقاومة جادة في الحديث عن العدوان على الأقصى والعدوان على الأسرى والعدوان على الشعب الفلسطيني. كلهم تجاهلوا رسائل المقاومة التي قيلت وتم تكرارها ليلا ونهارا لجميع الأطراف بأن الاحتلال يتمادى والاحتلال يتجاوز الخطوط الحمراء. واليوم جاء رد المقاومة الحقيقي ليفهم الجميع ما لم يفهموه بالكلام، يفهموه بالرصاص وبالدماء. اليوم المعركة تصفر على الأرض بالرصاص حتى يفهم الجميع بأن هناك شعب تحت احتلال، هناك مقدسات تنتهك، هناك حقوق إنسان يتم انتهاكها، ولا بد من وقف هذا الإجرام بدل الحديث عن التطبيع وتوسيع دائرته في المنطقة. أيضا حماس ذكرت أن كتائب عز الدين القسام تقوم الآن بدفاع عن الشعب والأرض وعن المقدسات. هل تعتقد أن من أهم الأسباب كما واضح من اسم العملية طوفان الأقصى هو هذه الانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى المبارك؟ وأيضا هناك مناطق أيضا تعرضت ولا تزال تتعرض لانتهاكات ومضايقات واقتحامات في الضفة الغربية، في جنين خصوصا، ربما كانت هذه الشرارة التي أدت إلى هذه العملية. بالتأكيد نحن أمام مشهد كثير العوامل، كثير المؤثرات فيه، وللأسف من طرف الاحتلال. الاحتلال يزيد من عدوانه، لم يترك شيء لم يعتدي عليه في ظل هذه الحكومة المتطرفة، في ظل هذه الحكومة الحمقاء بتقييمات إسرائيلية داخلية. يعني هذه الحكومة الأكثر تطرفا في نظر الجمهور الصهيوني، هذه تعتدي على الشعب الفلسطيني، تعتدي على دولة بن غوريون التاريخية، تعتدي على النظام السياسي الإسرائيلي نفسه، تعتدي على القضاء الإسرائيلي نفسه، على المؤسسات الصهيونية نفسها. وبالتالي الاعتداء على الفلسطينيين أصبح روتينا يوميا، الاعتداء على المسجد الأقصى، الاعتداء على الفلسطينيين في بيوتهم وفي شوارعهم. أمس تغلق حوارة، الممر الرئيسي للفلسطينيين يغلق في وجه الفلسطينيين فقط لحماية مستوطن أو اثنين يمرون منه. هناك عدوان، هناك أبرتهايد، هناك عدوان متعدد الأشكال، هناك اقتحامات ليلية ونهارية، هناك شهداء بشكل يومي. ولا بد من رد، يعني لا يمكن أصبحنا أمام طريق مسدود، لا يمكن إلا أن يكون رد. حالة الأسرى في السجون أيضا مؤثر كبير جدا، يعني عشرات بل مئات الأسرى الآن فوق 20 و30 سنة يمضون في السجون ويتم انتهاك حقوقهم.
حتى يفصلون عن أهلهم، تمنع الزيارات، يمنع رؤيتهم للإعلام، يمنع يعني هناك نوع من الإمعان في إذلال الفلسطيني والاعتداء عليه، وبالتالي رد المقاومة يأتي في وقته. نعم سيد صلاح الدين، ومطلوب من الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك صلاح الدين عوادة من اسطنبول، كاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، وسنكون أيضا معكم متواصلون مشاهدين الكرام في متابعة هذا الحدث المهم.